السلام عليكم، معكم روتين. إن شاء الله اليوم بشرحين الطفايف اللي يتكلم عن الدايجستيف سيستم. بداية أعتذر جدا عن التأخير، وإن شاء الله بحاول قدر استطاعتي إني أكمل كل اليونتس قبل الفاينل. فنبدأ على طول بالإنترودكشن. قبل أن نبدأ بالإنترودكشن أحب أوضح فكرة معينة. جسم الإنسان يحتاج إلى طاقة، كل خلية من خلايا جسمنا تحتاج إلى طاقة عشان تؤدي وظائفها بشكل صحيح. فهذه الطاقة من وين يحصل عليها الجسم؟ يحصل عليها من خلال طريقتين، يا إما من خلال الأكسجين اللي نحصل عليه من خلال التنفس، أو من خلال الغذاء. فنيجي نشوف كيف الجسم يحصل على الطاقة من خلال الغذاء. هنا بيقول لي الهيومن فود consists of macromolecules اللي هي البروتينز والفاتس والكومبلكس كربوهيدرات. فإحنا ناكل الطعام على هيئة بروتينات، على هيئة دهون، على هيئة كربوهيدرات معقدة. فالدايجستيف سيستم يحول لي هذه الجزيئات إلى جزيئات أبسط، يفكفكها إلى جزيئات أبسط، إلى نيوترينتس عشان الجسم يقدر يمتصها بشكل أسهل. فيفكفك البروتينز إلى أمينو أسيدز، يفكفك اللارج فات مولكيولز إلى سمول ليبيد مولكيولز، يفكفك الأمينو أسيدز إلى نيوكليوتايدز. كمان الكربوهيدرات المعقدة يتم تفكيكها إلى سيمبل شوجر. ممكن يقول لي simple sugar، ممكن يقول لي monosaccharides اللي هي سكريات أحادية، أو disaccharides اللي هي سكريات ثنائية. ممكن يعطيني مثال على monosaccharides اللي هي الجلوكوز. هذه كلها تعتبر جزيئات من ال complex carbohydrates. طبعا هذه الجزيئات كلها required for survival. طيب بعد ما يتم تفكيك هذه الجزيئات إلى جزيئات أبسط، إيش بيصير؟ الجسم بيمتص هذه الجزيئات وبيوزعها على كامل خلايا الجسم. فبيبقى عندي جزيئات غير الجزيئات اللي ذكرناها ما امتصها الجسم أو ما هضمها الجسم. إيش بيصير في هذه الجزيئات؟ يتم إخراجها كفضلات. فنيجي نشوف إيش هو الـ Digestive System. طبعاً إحنا عرفنا من قبل بيونت 1 إن الـ Organ System يحتوي على Organs. فنيجي نتعرف على الأورجانز اللي كونوا لي الدايجستيف سيستم. طبعا الأورجانز بيتم تقسيمهم إلى قسمين، في عندي elementary canal وهي الأعضاء الأساسية اللي تؤدي لي عمليات الهضم، في عندي accessory organs اللي هي الغدد الملحقة اللي تساعد في عملية الهضم. ونلاحظ إنه في elementary canal عندنا الأعضاء تكون continuous، كل عضو متصل بالعضو الآخر. فعندنا أول شيء الماوث اللي هو الفم، بعدين نشوف إنه متصل فيه على طول الفارينكس اللي هو البلعوم، بعدين من البلعوم إلى الإزوفاجس اللي هو المريء، ومن المريء إلى الستومك المعدة، وبعد المعدة على طول نلاحظ إنه بدأنا في سمول انتستين اللي هو الأمعاء الدقيقة، ومن سمول انتستين إلى اللارج انتستين اللي هي الأمعاء الغليظة، وآخر جزء في الأمعاء الغليظة يسمى بالريكتوم، وبعدين من الريكتوم إلى الأنس. فنشوف إن الأعضاء في الألمنتري كنال كلها متصلة ببعضها البعض. نجي نشوف الإكسسوري أورجانز اللي هي الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي. في عندنا أول شيء اللي هي سليفري جلانز اللي هي الغدد اللعابية، وعندنا ثلاثة أزواج من الغدد اللعابية موجودة عندنا بالفم. ولو نلاحظ إنه الغدد اللعابية تكون حول الفم، وفي لها أنابيب تصب في الفم. في عندنا كمان الليفر اللي هي الكبد، والجال بلادر اللي هي الحويصلة الصفراء والمرارة، وفي عندنا كمان البنكرياس. طبعا لو نلاحظ ان الكبد فيه له انبوب الى الجال بلادر، من الجال بلادر فيه انبوب الى سمول انتستين، ونفس الشيء البنكرياس فيه له انبوب برضو يصب في سمول انتستين من نفس الفتحة حقت الجال بلادر. فنجي نشوف نتعرف على كل هذه التراكيب او الاعضاء بشكل مفصل. قبل أن نتعرف على هذه التراكيب بلخص لكم عملية الهضم بأربع خطوات. فأول خطوة عندنا الانجستشن. إيش يعني انجستشن؟ يعني إدخال الطعام إلى الفم، إدخال الطعام إلى الحجرة اللي بيصير فيها عملية الهضم اللي هي الفم. فأول خطوة من عمليات الهضم هي إيش؟ انجستشن. إيش يعني انجستشن؟ يعني إدخال الطعام إلى الفم. بعدين بالفم إيش بيبدأ يصير؟ تبدأ عندي عمليات الهضم. فثاني خطوة عندي الدايجستشن اللي هي عمليات الهضم.
عمليات الهضم في لها طريقتين، في عندي هضم كيميائي وفي عندي هضم ميكانيكي. لو تفتكرون بالثانوي بالمتوسط وكثير شرحوا لنا هذا المثال، انه بالاسنان بيصير لعملية الميكانيكال دايجستشن، الهضم الميكانيكي في الاسنان تكسر الطعام، وعن طريق اللعاب بيصير عندي هضم كيميائي، يعني اللعاب بيفكك الجزيئات الى جزيئات ابسط. بعد عمليات الدايجستشن ايش بيصير؟ خلاص تكون فكفكت الجزيئات عندي الى جزيئات ابسط، فيتم امتصاص هذه الجزيئات وتوزيعها الى الخلايا المحيطة بالجهاز الهضمي، بعدين من الخلايا المحيطة بالجهاز الهضمي الى البلود سيركليشن او الليمف سيركليشن. بعد ما تم امتصاص هذه المواد الهاضمة اكيد بيبقى عندي مواد ما انهضمت وما امتصت، ايش بيصير فيها؟ بيصير لعملية elimination، فتخرج على هيئة فضلات. نيجي نشوف السلايد. هنا بيقولك the main step in the digestive process. أول step عندي الingestion. إيش قلنا الingestion؟ على طول من كلمة in يعني taking food into the chamber where digestion occurs. ندخل الطعام إلى الحجرة اللي بيصير فيها عملية الهضم اللي هي الفم. بعدين بيصير عندي عمليات الدايجستشن. ايش يعني عمليات دايجستشن؟ يعني breaking food down، تفكيك او تحطيم الطعام mechanically and chemically into components that can be absorbed، الى مكونات نقدر او يقدر الجسم يمتصها. بعدين بيجي عندي nutrient absorption اللي هي عملية امتصاص الغذاء. ايش هي عملية امتصاص الغذاء؟ هي movement of nutrient molecules، هي انتقال النيوترينت مولكيولز الى ايش؟ الخلايا اللي تحيط بالدايجستيف تراك، وبعدين الى السيركيليشن، من هذه الخلايا الى السيركيليشن، سواء كانت بلود سيركيليشن او ليمف سيركيليشن، من السيركيليشن الى كامل خلايا الجسم. بعد ما صار عندي عمليه الابزوربشن تبقى عندي مواد لم يتم هضمها ولم يتم امتصاصها، بيصير عمليه ايش؟ عمليه elimination. فالمواد الباقية ايش بيصير لها؟ عملية elimination او عملية defecation، هي عملية الاخراج. نكمل باقي سلايد. هنا بيقول لي the component of the human digestive system are divided into two main categories، زي ما ذكرنا من قبل ال elementary canal وهي الاعضاء الاساسية اللي بيصير فيها عمليات الهضم، وبعدين ال accessory organs اللي هي الغدد الملحقة اللي تساعد في عملية الهضم. وهنا ذاكر لي إن الـ food passes in the elementary canal in the following direction بشكل متصل. أول شيء يروح للماوث، بعدين الفارينكس، بعدين الإيزوفاجس، بعدين الستوميك، بعدين small intestine، بعدين large intestine، بعدين الريكتوم، وآخر شيء الأنس. وآخر شيء هنا الـ accessory organs include salivary glands، gall bladder، والليفر، and pancreas زي ما ذكرت من قبل. طبعاً هذه الصورة تلخص كل الأعضاء، وكافيين ملخص بسيط تحت كل عضو وظائفه، ممكن تطلعون عليها. الحين نجي نبدأ على طول بالأعضاء ونفصل كل عضو إيش بيسوي لي في الدايجستيف سيستم. نبدأ أول شيء بالماوث، هو أول عضو في الإليمنتري كانال. وقلنا أول خطوة من خطوات الهضم هي إنجستشن، فإحنا نعتبر إن عندنا هذا الساندويتش تم إدخاله إلى الفم، ففي الفم بيبدأ عندي عمليات الهضم. إيش بيصير لهذا الساندويتش؟ أول شيء عندي ثلاثة تراكيب أساسية بالفم هي بتقوم بعمليات الهضم بشكل يعني أساسي. في عندنا التيث زي ما ذكرنا من قبل، إن التيث بيقوم بعملية إيش؟ الميكانيكال دايجستشن، فبيقطع الطعام أو بيهضم الطعام ميكانيكيا. أما السلايفري جلانس اللي هي الغدد اللعابية تقوم بإيش؟ بتفكيك الكربوهيدرات إلى مركبات أبسط. وعندنا كمان التنج اللي هو اللسان، يقوم بإيش؟ تقليب الطعام ومزجه مع اللعاب. نيجي نشوف باقي التراكيب. عندنا اللبس اللي هي شفايف، وعندنا الهارد باليت والسوفت باليت. هنا هذه صورة توضح الهارد باليت والسوفت باليت. عندنا سقف الحلق، في جزء مجعد في جزء أملس. الجزء المجعد يكون قريب من الأسنان، الجزء السوفت يكون ورا. بعدين عندنا اليوفولا اللي هي أتوقع اسمها بالعربي لهات الحلق. عندنا التيث، الأسنان، التانج، اللسان، والجنجيفة أو الجمز.
هي تعتبر أسماء للثة. نيجي نشوف السلايد. طبعا عندنا الماوث يسمى أيضا بـ oral cavity. الماوث include lips, tongue, palate, gums اللي هي الجنجيفة and teeth. هذه كلها تكلمنا عنها. هنا بيقول لي mechanical and chemical digestion begins in the mouth. فنلاحظ هنا إنه بيقول لي begins. طبعا احنا نعرف انه بالماوث بيصير عندي عملية mechanical digestion chemical digestion، بس نركز انه اذا جاني بالسؤال يسألني فين بدأت عمليات الهضم الميكانيكي والكيميائي، انا اقول بالماوث، لانه في عندي عضو اخر يقوم ايضا بعمليات الهضم الميكانيكي والكيميائي. The mouth contains three pairs of salivary glands. طبعا في الماوث في عندي ثلاثة أزواج من الغدد اللعابية. إيش تسوي هذه الأزواج؟ تفرز لي السلايفا اللي هو اللعاب. The food in the mouth is under the effect of زي ما قلنا ثلاثة تراكيب أساسية تقوم بعملية الهضم اللي هي إيش؟ التيث والتنج والسلايفا. نجي ذحين نمسك كل تركيب ونفصله على حدة. أول شي عندنا التوث الأسنان، نمسك سنسن ونشوف إيش تركيب الأسنان. أول شي عندنا السن مقسم إلى ثلاثة أجزاء. أول شيء الكراون اللي هو التاج، الجزء الظاهر من السن. بعدين عندنا الجزء اللي موجود باللثة يسمى النك، والجزء اللي موجود بالداخل يعني مغروس في العظام يسمى بالروت. طيب بالنسبة لتركيب السن نفسه، أول شيء يغطي السن هو الإنامل. الإنامل اللي هو بالعربي المينا. ميل الأسنان تعتبر هي أصلب مادة موجودة في جسم الإنسان، وهذا شيء مهم مهم جدا نعرفه، أصلب حتى من العظام. طبعا هي تقوم بحماية السن من التسوس ومن الاحتكاك وما إلى ذلك. تحت المينا عندنا الدنتين اللي هي العاج. العاج هي تمثل أغلب السن، وهي تحيط بالبلب اللي هو اللب حق الأسنان. هنا عندنا البلب اللي هو لب الأسنان اللي يحتوي على الشعيرات الدموية اللي توفر لي الغذاء للسن، ويحتوي على الأعصاب اللي توفر لي الإحساس في السن. بعدين هنا عندنا الجنجيفا الجمز اللثة. هنا عندنا السيمنتوم اللي هي عضلات ملساء تربط بين السن والعظام. وآخر شي عندنا البون اللي هو العظام. طبعا بالنسبة للأسنان، عدد الأسنان يختلف من كائن إلى آخر، وحتى بالإنسان نفسه عدد الأسنان عند الأطفال يختلف عن عدد الأسنان عند البالغ. ولكن الإنسان الطبيعي البالغ عدد أسنانه يكون 32 سن. طيب نيجي نشوف أنواع الأسنان وكيف ترتيبها. في عندي هنا أول شيء في المقدمة عندي 4 incisors. الإنكيزرز اللي هي القواطع، اللي هنا بالمقدمة أول اثنين يسمون سنترال، واللي ورا يسمون ليترال. بحب أوضح شيء، لو بقول اسم هذا السن بشكل كامل أقول رايت أبر سنترال إنكيزر، لازم أوضح إنه هذا حق الفك العلوي فأقول أبر، وأوضح إنه بالجهة اليمين فأقول رايت، وأوضح هو وين موضعه. فهنا عندي سنترال، هنا عندي ليترال، وبعدين أذكر نوعه. هذه الصفة الكاملة لكتابة الاسم. بعد الانكيزرز في عندي اثنين كينين أو الكسبت اللي هي الأنياب. في عندي اثنين بالفك العلوي، اثنين بالفك السفلي. بعد الأنياب عندي البايكسبت أو البريمولر اللي هي الضواحك تسمى أتوقع بالعربي. بعد الضواحك عندي ستة مولرز اللي هي الضروس. طبعا البريمولرز والمولرز تسمى first second third، بس الانكيزرز هم اللي يسمون سنترال وليترال. كذا اتوقع ذكرنا كل شيء عن التيث. نيجي نشوف سلايد. هي بيقول التيث break food into small pieces. هذا تعريف الايش؟ للميكانيكال دايجستشن، عملية الميكانيكال دايجستشن اللي تصير في الماوث عن طريق ايش؟ عن طريق التيث by chewing. chewing اللي هو العب أو المضغ. There are four types of teeth. عندي أربعة أنواع من التيث، قلنا اللي هي incisor وcuspid وbicuspid ومولرز. كل نوع من الأنواع هو مخصص لوظيفة معينة في تقطيع وتمزيق وطحن ومضغ الطعام.
فزي ما ذكرنا من قبل normally human adult have 32 teeth each jaw كل فك يحتوي على 16 teeth from anterior to posterior من الأمام إلى الخلف. طب نيجي نتعرف على كل نوع من أنواع الأسنان. عندنا 4 incisors بكل فك. طبعا هذه النقطة يحبون يلعبون فيها جدا. ممكن يقول لك كم incisor في الإنسان، هنا بتقولين 8، لكن لو قال السؤال طلب منك كم incisor في الأبر جو الفك العلوي، هنا بقول 4. فنركز بهذه النقطة. عندي 4 incisors بالأبر جو باللور جو على شكل تشيزل، اللي هو هذا تشيزل شيب. هي مخصصة لإيش؟ هي مخصصة للكاتينج وتجي بهذا الشكل. عندي 2 كينين أو كسب اللي هي الأنياب، وهي مخصصة لإيش؟ للتيرينج. بعدين عندي 4 بريمولر أو بايكسبيد، هي مسطحة إلى حد ما، عشان كذا هي مخصصة لإيش؟ مخصصة فور جريندينج اللي هو الطحن. آخر شيء عندي 6 مولرز اللي هي الضروس، تجي بهذا الشكل، تكون مسطحة أكثر من البريمولر وتكون مخصصة لإيش؟ للتكسير والطحن. نجي دحين نكمل بتركيب السن. بيقول لك each tooth consist of crown و neck و root. هذا شيء مهم جدا، يعرف ان السن يتقسم الى 3 اقسام، crown و neck و root. each tooth also consist of enamel. قلنا الانامل هي ايش؟ the hardest material in the body. هذه نقطة مهمة جدا، ان الانامل هي the hardest material in the body، اكثر حتى من البون. إيش وظيفة الإنامل؟ covers the exposed surface، تغطي الجزء المعرض من السن اللي هو الكراون، and reduces wear، وتقلل من الاحتكاك. بعدين عندنا الدنتين، most bulk of the tooth bone-like material، هو الجزء الأكبر اللي يحيط بالبلب اللي موجود عندنا في السن. هو bone-like material، يعني يميل أكثر للبون. بعدين عندنا tooth bulb اللي هو لب السن أو تجويف اللب. طبعا قلنا انه يحتوي على شعيرات دمويه واعصاب. lies deep inside the tooth. هنا متكلم لي عن التوث ديكاي اللي هو تسوس الاسنان. تسوس الاسنان متى يحدث؟ يحدث لما البكتيريا تحول الطعام الى acidic plaque that dissolves the teeth making holes cavity، تجي بهذا الشكل في السن نفسه. طبعا في many stages of the tooth decay. اول stage انه يكون فقط في الانامل، ممكن كمان يتطور انه يخرق الإنامل كله. طبعا هاي التو ستيجز ما تكون مؤلمة أبدا. بعدين إذا بدأ يدخل على الدنتين يصير مؤلم شوية، وإذا بدأ يدخل على البلب هنا يصير جدا مؤلم ويبدأ يظهر عند الخراج ويكون ألمه لا يحتمل. كذا نكون خلصنا تقريبا كل شيء عن الأسنان. نيجي نتكلم عن اللسان. طبعا اللسان عندنا فيه له وظائف عديدة. من الوظائف اللي ذكرناها من قبل انه يقلب الطعام ويمزج الطعام مع اللعاب، فيساعد عندي بعملية الميكانيكال دايجستشن. في كمان له وظيفة في البلع، هو يساعد على البلع. كمان له وظائف في التحدث، يساعد على التحدث. كمان في له وظيفة في استطعام الطعام. فاللسان لو نلاحظ هو فيه برامج اللي هي التيست بودز. هذه التيست بودز مكونة من خلايا فيها النيرف فايبرز. لما تستشعر طعم معين ترسل رسائل إلى البرين، فالبرين يقوم يفسر هذه الرسائل ويعطيني الطعم اللي إحنا نستسيغه. طبعا لو نلاحظ أن اللسان سبحان الله مقسم إلى 5 أقسام، كل قسم يستشعر مذاق معين. فهنا يستشعر أو يستطعم الطعام المر، وهنا الطعام الحامض، وهنا الطعام المالح، وهنا الطعام الحلو. وهذه المنطقة تستشعر الأمامي. الأمامي لو تبحثون عنها هي واحدة من المذاقات الخمسة. تقريبا هي تخص الطعم اللذيذ، يعني زي اللحم والطماطم أتوقع صنفوها كالمذاقها أنه يكون أمامي. تقدرون تبحثون الموضوع أكثر ما تحبون، بس هذا تقسيم اللسان بالمذاقات. نجي نشوف سلايدات. The tongue skeletal muscle that function in، له وظائف عديدة زي ما ذكرنا. أول وظيفة إيش؟ في الميكانيكال دايجستشن. إيش يسوي؟ يمزج الطعام with saliva مع اللعاب،
وكمان له وظيفة بارزة جدا بالتيستينج، باستطعام الطعام، بسوالوينج، بلع الطعام، and speech اللي هو التحدث والكلام. كذا نكون خلصنا كل شيء عن التانج. نيجي نشوف السلافري جلانس. طبعا السلافري جلانس في عندي 3 بيرز اوف سلافري جلانس، في واحدة هنا عند الأذن، واحدة تحت اللسان، وتحتها واحدة ثانية. ولو نلاحظ هنا انه السلافري جلانس في لها زي الأنابيب وتصب في الفم، فهي تفرز لي في الفم ايش؟ السلايفا. السلايفا هذا يحتوي على انزيم اميليز اللعاب، سلافري اميليز. هذا السلافري اميليز ايش يسوي؟ السلافري اميليز يفكك لي او يسوي لي عملية بريك داون للكربوهيدرات بارشلي. ايش يعني بارشلي؟ يعني بشكل جزئي. فنعيد نسترجع كل اللي ذكرناه من قبل. عندنا بالفم الأسنان تقوم بعملية الميكانيكال دايجستشن، تكسر الطعام لأجزاء صغيرة، وعندنا اللسان يقوم بتقليب الطعام ويمزجه مع اللعاب، وعندنا السلافري جلانس إيش تسوي؟ هي غدد موجودة حول الفم تقوم بإفراز السلايفا. السلايفا على إيش يحتوي؟ على إميليز اللعاب. إميليز اللعاب إيش يسوي؟ يكسر لي أو يفكك لي الكربوهيدرات بشكل جزئي. طبعا أنا لما أقول بشكل جزئي أقصد أنه هو يفككها بشكل جزئي وفي عضو آخر بيكمل عملية البريك داون هذه، فما توقف عملية البريك داون الكربوهيدرات فقط بالفم، في عضو ثاني بيكمل عليها، ولكن بالفم فقط بيتم تفكيك الكربوهيدرات. البروتين ما يصير له شيء، الفات ما يصير له شيء، فقط الكربوهيدرات. هذه نقطة جدا مهمة نركز عليها. هنا بيعطيني تعريف للكيميكال دايجستشن، ونركز هنا بيقول لي انزيماتيك بريك داون. لما يكون في انزيم يتدخل بعملية البريك داون، هنا على طول بقول ان هذه عملية كيميكال دايجستشن، انزيماتيك بريك داون اوف فود انتو سمولر بارتيكلز ذات كان بي ابزوربد. طيب دحين نجي نشوف السلايفا يحتوي على ايش. ذكرنا من قبل ان السلايفا يحتوي على انزيم اميليز اللعاب اللي هو digestive enzymes that break starch down to disaccharides. طبعا starch هي النشا، يكسرها الى ايش؟ الى simple sugar اللي هي disaccharides، سكريات ثنائية. starch تعتبر نوع من انواع الكربوهيدرات المعقدة. طيب هل السلايفا تحتوي فقط على انزيم اميليز اللعاب؟ لا، تحتوي أيضا على بروتينات. هذه البروتينات إيش تسوي؟ تشكل لي الميوكس اللي هو المخاط. المخاط هذا إيش يسوي؟ يجمع لي الطعام مع بعضه، فيصير يعني stick together، مما يسهل إيش؟ عملية بلعه. كمان اللعاب يحتوي على lysozymes. نركز هنا، مو lysosomes، lysozymes. lysozymes هذه إيش تسوي؟ تقتل البكتيريا اللي موجودة عندي باللعاب. وبكذا نكون خلصنا كل شيء عن الفم. نجي الآن نتعرف على ثاني عضو معانا اللي هو الفارينكس، البلعوم. طبعا البلعوم هو اللي باللون الموف، هذا يعتبر بوابة إلى منطقتين مهمة جدا عندنا، منطقة اللارينكس اللي هي الحنجرة وتحتها التراكية اللي تخص الجهاز التنفسي، وهنا عندنا هذه المنطقة اللي مهمة عندنا بالداجستيف سيستم اللي هي الإزوفاجس، المريء اللي يعبر من خلاله الطعام إلى المعدة، وكمان بينفتح عليها الناسال كافيتي، التجويف الأنفي، والأورال كافيتي اللي هو التجويف الفمي. فنعتبر أنه تم هضم الطعام في الفم، بعدها اللسان بيقوم بدفع الطعام للخلف باتجاه البلعوم، والبلعوم وظيفته أنه بيقوم بحركات لا إرادية. إيش بتسوي؟ بتمنع دخول الطعام إلى اللارينكس وتدخل إلى مساره الصحيح اللي هو الإزوفاجس. فنشوف هنا كيف بتصير عمليات swallowing. أول شيء عندنا زي ما ذكرنا اللسان بيقوم بدفع الطعام إلى الخلف، بعدين إيش بيصير؟ الإبيجلاتس بتتسكر، يعني تتجه للأسفل. طبعا الإبيجلاتس اللي هي لسان المزمار، وكمان هنا عندنا السوفت باليت اللي يكون بسقف الحلق، هنا بيتجه إلى هذه المنطقة عشان يسكرها، يسكر الناسال كافيتي. فعشان كذا نلاحظ إن إحنا لما نبلع يتوقف نفسنا لثواني، لأنه بيتسكر عندي الناسال كافيتي، بتسكر عندي الإبيجلاتس، وبعدها بيصير في عندي كونستراكشن، بيصير عندي تقلصات في العضلات الملساء اللي موجودة بالمريء،
تنقبض وتنبسط إلين ما توصل الطعام إلى ستومك. نجي الآن نتعرف على الإزوفاجس. الإزوفاجس يعتبر هو الفود بايب، هو أنبوب الطعام اللي يوصل الطعام بين الحجرتين اللي بيصير فيها عملية الدايجستشن. عندنا بالفم بتصير في عمليات دايجستشن، وبالستوميك برضو بتصير في عندي عمليات دايجستشن، وهذه المنطقتين جدا مهمة في الدايجستيف سيستم. فعشان كذا الإزوفاجس يعتبر زي الطريق. فلنفترض ان انا هنا عندي المعدة وهنا عندي الفم، فالمليء يوفر لي زي الطريق للطعام عشان يوصل من الفم الى المعدة. طبعا حركة الطعام في الإزوفاجس تصير عبر الكونستراكشن، عبر تقلصات العضلات الملساء اللي موجودة عندي. فالعضلات تنقبض وتنبسط تنقبض وتنبسط بشكل لا إرادي إلى ما توصل الطعام إلى الستومك. نجي نشوف السلايد. هنا أول شيء ذاكر لي الفارينكس، يسمى أيضا بثروت، هو the entrance to the digestive and respiratory system. هو يعتبر بوابة للدايجستيف سيستم وأيضا الريسبيراتوري سيستم. هو common passage for food and air، للطعام والهواء. It is the swallowing region between mouth and esophagus. هو منطقة البلع ما بين الفم والإزوفاجس. زي ما شفنا هنا الإزوفاجس هنا الفم، هو بينهم. أما الإزوفاجس هو muscular tube، هو أنبوب عضلي that connect the pharynx to stomach، اللي يشبك ما بين الفارينكس والستومك. هنا بيتكلم لي عن عمليات البلع. طيب أول شيء إيش بيصير؟ اللسان بيدفع الطعام to the back of the throat، وهذه تعتبر voluntary action، يعني حركة إرادية. أما لما الفود يحفز swallowing reflex اللي راح نتعرف عليها، هذه تعتبر حركات لا إرادية which directs food into the esophagus اللي تعرفنا عليها من قبل. إيش بيصير during swallowing؟ A soft palate moves back and closes the nasal cavity. هذه أول حركة لا إرادية. إيش بيصير؟ A soft palate بيسكر لي nasal cavity. كمان a flip like epiglottis اللي هو اللسان المزمار، إيش بيصير له؟ Push down to the back of the entry of larynx. يقفل اللارينكس and trachea اللي هي القصبة الهوائية. So the food directed to the esophagus، عشان الفود يتجه إلى مكانه الصحيح اللي هو إيش؟ الإزوفاجس. طبعا الفود moves down the esophagus through peristalsis اللي هي الحركة الدودية، اللي هي هذه التقلصات اللي تصير في العضلات الملساء اللي في جدار المريء، وتعتبر هذه برضو involuntary wave، يعني حركة لا إرادية. of smooth muscle contraction إلى تقلصات العضلات الملساء. طبعا هنا شارح لي كيف بتصير عمليات swallowing. طبعا الطعام لما يخرج من الفم يسمى bolus. enters the pharynx and soft palate closes the nasal cavity. هذا أول شيء بيصير، إن soft palate بيسكر لي النasal cavity. the larynx rises up to meet the epiglottis. إيش بيصير؟ اللارينج ترتفع للآلة فتتسكر عندي الإبيكلاتس. The bolus presses on the epiglottis and bends it downward. الطعام بيضغط على الإبيكلاتس فينزلها للأسفل. Closing the opening to the wind pipe. طبعا الفود بايب اللي هو الإزوفاجس واللارينج تسمى بـ wind pipe اللي هو مكان الإير، وهناك مكان الطعام. The bolus enters the esophagus. هذه آخر مرحلة. إيش بيصير؟ إن الطعام بيدخل في الإزوفاجس. طيب if food or water enters the larynx إيش بيصير؟ A reflexive cough expels it. بيصير في عندي كحة إلين ما يطلع السوائل أو الطعام اللي دخلت في المكان الأرض. فبوريكم فيديو يشرح هذه الفكرة. فلنفترض إن هنا عندي هذا الطعام دخل في المكان الصحيح، ولكن في بعض الطعام دخل في المكان الخاطئ. فهنا في عندي ميوكس، في عندي مخاط في اللارينكس بيمسك بهذه الجزيئات، وعندي تبدأ تتحفز عندي الكحة إلين ما تطلع البارتيكلز زي ما نشوف. طيب لنفترض إنه دخلت عندي large food particles. لو دخلت عندي large food particles هنا ممكن إنها تسوي obstruct للتراكيا causing choking،
محدثة ما يسمى بالغصة أو الاختناق. فإيش علامات الاختناق؟ إن البيرسون كان نت بف، ما يقدر يكح ولا يقدر يتنفس ولا يقدر يتكلم. ليش؟ لأنه مجرى النفس عنده بيكون مغلق، وفي نفس مجرى النفس عندنا الحنجرة اللي يصدر منها الكلام. فالعلامات اللي ممكن نشوفها على الشخص إنه يكون ماسك حلقه بس بيستغيث. هنا بنسوي الهايمليك مانوفر تكنيك، اللي هو هذا التكنيك. It is used to expel the choking particles. طبعا لو كان أحد قدامك مختلف تسوي له هذا التكنيك، لو كان طفل بهذا التكنيك، لو كنت لوحدك بتسويه بهذا التكنيك. طبعا كذا خلصنا تقريبا الماوث والفالينكس والإيزوفاجس. بقى عندنا ستومك والسمول انتستين واللارج انتستين. عشان ما يطول المقطع أكثر من كذا إن شاء الله طب نزل مقطع قريب أكمل شرح هذه اليونت فيه، وشكرا لكم.